احنا عايزين نتكلم عن الميكانيزم فوكينج. هي دي حاجة على فكرة ظريفة، يعني المفروض انت تعرفها. انا مش شايفة ومش معلومات جديدة، وهي مكتوبة بطريقة مبسطة صراحة في الكتاب، فمش مش حاسة انها مستاهلة انها تلوي اصلا. يعني انا عندي الميكانيزم فوكينج ده، يعني اللي هو ايه، في تو فيزز، فيز وانت رجلك على الارض وانت بتبدأ تحط رجلك على الارض، والسوينج فيز وانت بتبدأ ترفع رجلك من على الارض. يبقى انا عندي الووكينج ميكانيزم، طبعا رجل على الارض والرجل التانية بتمشي، والتانية الرجل على الارض والرجل التانية بتمشي. فانا عندي تو فيزز، ستانس فيز دي الليمب بتاعتك يعني رجلك على الارض، سوينج فيز، سوينج حتى من اسمها بتتمرجح، بتبدأ تطلع علشان ما تبقاش على الارض. فدي is the phase in which the limb is on the ground، ودي is the phase in which the limb is off the ground، اللي هي اهي زي ما احنا شايفين. ادي ال stance phase، اول ما تبدأ تحط رجلك على الارض اهي رجلك بقت على الارض، والswing phase اول ما ابدأ اشيل رجلي من على الارض وتبقى في الهواء كده، دي السوينج phase. طيب الفيزز دي عبارة عن ايه؟ على فكرة عبارة عن كلام فاضي. احنا اتفقنا ان الستانس فيز از ذا ليمب از اون ذا جراوند. يعني ايه ليمب اون ذا جراوند؟ يعني انا عندي حاجة اسمها هيل سترايك، بدأ كعبي يلمس الارض، يبقى الستانس فيز ستارتس وذ هيل سترايك. طب الهيل سترايك دي اكومبانيد وذ ستاندينج، انا هقف، انا حطت الهيل بتاعي على الارض علشان انا بجهز ان انا هقف. احنا اتفقنا ان الستاندنج ده، او ان انا حطيت رجلي على الارض او is on the ground، دي accompanied by extension of both hip and knee joints. طبيعي احنا متفقين اصلا واحنا بنشتغل عادي ان انا عندي ان انا وقفت على الارض، دي الهيب extended والني extended. طب دي شغلانة مين في القصة دي؟ الهامسترينجز. تمام، الهامسترينجز بالنسبة للهيب، وطبعا الكوادريسبس بالنسبة للني، دي معروفة في القصة دي. يبقى أنا عندي extension in the hip and the knee، extension in the hip and the knee، طبعا ده بيحصل بالهامسترينجز وبيحصل بالكوادريسبس. طيب وصلت لمرحلة الفلات فوت، يعني مش هيل سترايك بس، لا رجلي بقت على الأرض، رجلي بقت على الأرض. طيب أنا بقى عايزة أعمل transmission of body weight، يعني إيه الأوزان تتنقل علشان ما أقعش. transmission of body weight بيجي من الأول الهيل، وبعد كده يمشي على اللاترال بوردر بتاع الفوت، اللاترال بوردر بتاع الفوت، وبعد كده يروح للميتاتارسلز والفيرست ميتاتارسل مين. يعني ايه احنا بنعمل transmission للويت؟ يبقى من الهيل اللي هو هيبدأ يحطه، وبعد كده اللاترال بوردر بتاع الفوت، وبعد كده يروح للميتاتارسلز خصوصا الفيرست ميتاتارسل. طيب عايزة أبدأ السوينج فيز، فنهاية الستانس فيز هي التو اوف، انا عايزة ابدأ اشيل الهيل والتوز من على الجراوند. طب مين اللي بيعمل لي القصة دي؟ الجاستروكنيميوس والسوليوس. الجاستروكنيميوس والسوليوس بيعملوا بلانتر فليكشن، فبالتالي بيشيلوا الفوت من على الجراوند، وبتنتهي بمرحلة التو اوف ان انا خلعت خلاص الفوت خالص من على الجراوند. طيب خد بالك وانا برفع الرجل الناحية التانية بيحصل contraction للجلوتيس ميديس ومينيمس to prevent the sagging of pelvis، ودي حاجة برضو احنا متفقين عليها، ان انا اول ما ابدأ ارفع رجلي اليمين تيجي الجلوتيس ميديس ومينيمس ترجع لي البلفس، تعمل لي prevent ان هو ان انت تتقلب على وشك، فتعمل الاستابيليتي بتاعت البلفس. طيب اتفقنا ان انا هبدأ السوينج فيز، يعني انا هبدأ اتحرك لقدام، دي هبدأها بالتوقف ان انا هشيل رجلي، واتفقنا ان ده هيحصل بالبلانتر فليكشن اوف جاستروكنيميوس والسوليوس، وشلت رجلي من على الارض تو اوف. طب ده بيتبعها ايه؟ ده بيتبعه فليكشن في الني والهيب، اهو فليكشن في الهيب والني. طب بالنسبه للانكل لا، ده بيبقى دورسي فليكس. يبقى تاني ده بيتبعه ايه؟ ان انا ارفع التو اوف، ده بيتبعه ان انا عملت فليكشن للني وفليكشن للهيب، وعملت دورسي فلكشن للانكل. طيب ببدأ بقى ارمي الرجل لقدام علشان اعمل الخطوة، فده بيبقى اسمه ايه؟ propelling of the leg forward. طب عشان اعمل propelling لازم اعمل extension للني، انت ايه احدف رجلك لقدام عشان تعمل الخطوة، لازم تعمل ايه؟ extension للني ومعاه swinging للبلفس. يبقى احنا
الميكانيزم فوكينج ده حاجة بسيطة خلصت في 5 دقايق. عندي الستانس فيز دي الرجل هتبدأ على الجراوند، بتبدأ بهيل سترايك، اهو هيل سترايك سهلة اوي. طيب بعد كده الفوت على الجراوند، الفوت على الجراوند يعني انا ستاندينج، يعني انا عندي اكستنشن للهيب واكستنشن للني بالهامسترينجز وبالكوادريسبس. طب عندي ويت عايز يتنقل، هيتنقل من الهيل لاترال بوردر ميتاتارسس، خصوصا الفيرست ميتاتارسل. هنهي الستانس فيز ان انا عايزه ابدا اشيل رجلي من على الارض، اعمل تو اوف، يعني اعمل بلانتر فليكشن اوف ذا انكل بالبلانتيرس وال سوري بالجاستروكيميوس والسوليوس. عملت تو اوف، خد بالك وانت بتعمل تو اوف ان الناحيه التانية المين اللي ساندك الجلوتيوس ميديوس ومانيموس بيبريفنت ذا ساجنج اوف بلفس. طيب ده بيتبعه ايه؟ بيتبعه فلكشن للهيب وفلكشن للني ودورسي فلكشن للانكل. وبعد كده ابدا ازق الرجل لقدام، بروبيلنج اوف ذا ليج فورورد ثرو اكستنشن اوف ذا ني، وفي نفس الوقت انا بسوينج البلفس. وبعد كده هيل سترايك وابدا فيز جديده. دي الميكانيزم على فكره.